السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري. اليوم بإذن الله غادي نديرو البغرير بدقيق القمح الكامل بدون فورس، بدون الدقيق الأبيض. كيجي صحي كيجي لذيذ، كنتمنىكم تجربوه، كيصدق من أول تجربة. غير تبعوا معايا الخطوات خطوة بخطوة. معلقة صغيرة ديال خميرة حبيبات، رأس ملعقة ديال الملحة، وجوج ديال الخمارات. غادي تشوفوا معايا غادي نديرو مباشره من الطحان كهربائي الى المقلاه، كيطيب مباشره. بما انني انا زربانه ما مستعداش نبقى نتسنى فيه خمير، مباشره ديروا هذه الطريقه، كيوجد معاكم سهل وسريع. كنتمنىكم تتبعوا الخطوات كما درت. مهم خديت انا زلافه هنايا، هاد زلافه غادي نعمر بها جوج زليف ديال الماء دافئ. المهم عطيتكم مقادير ديال هاد الزلافه، جوج زليف ديال الماء، وغادي ندير الملح والخميره حبيبات، وغادي نطحنهم. غادي نحرك دابا، غادي نحرك الجناب وداكشي، حيت كما كتعرفوا الدقيق كيبقى لاصق، خاصكم تطحنوا تحركوه من الجناب باش ملي تجيو تطحنوه يطحن كلشي، ماشي تبقى شي حاجه لتحت ولا صافي. دابا درت جوج زليف ديال الماء دافئ، واستعملت هنايا الخلاط الكهربائي، كيسهل علينا الماموريه. كنتمنىكم تجربوه، في الصراحه كتاكلوه كتحسوا بواحد المذاق ديال مذاق لذيذ بزاف. كما كتعرفوا الدقيق القمح الكامل مذاقه حلو حلو، في نسبه سكريات عاليه، وكيجيو فيه ملي كيبدا يطيب كيجيو فيه دوك الحبيبات ديال النخاله، ما نقولش لكم يا سلام. دابا ملي طحنت ومزيان غادي نضيف الخمارات، جوج ديال الخمارات، غادي نطحنو مزيان حتى يتخلطوا ليا كلشي مع بعضهم. صافي غادي نبدا نطيب مباشره. هانتوما شوفوا كي تيجي. صافي دابا غنديروه في الصحن واحد البول باش غادي نبقى نهز، وغادي نبدا نطيب كما قلت لكم مباشره. اللي بغات عندها الوقت وبغات تسنى دير غير خماره وهذيك المعلقه صغيره وتسنى تخليه على خاطر يخمر، واللي مزربانه بحالي وما عندهاش الوقت دير هذه الطريقه ناجحه مليون في المئه. نتوما شفتوا معايا القوام ديالو كي تيجي. نبداو على بركه الله، غادي نبداو نطيبوه. انا كنديرو في هاد المقيله الصغيره، بصراحه كيعجبني كيجي متيول وكيجي زوين. اللي عندها المقله كبيره وكترتاح المقله كبيره طيب في المقله كبيره. هانتوما شفتوا، ما غاديش نقطع معكم التصوير، غادي نخليكم حتى تشوفوا البغرير ديالنا كامل، تشوفوا كي تيجي. هانتوما شفتوا تبارك الله العيون ديالو مفقعين، وما نقولش لكم الريحه ديال ريحه الدقيق، يا سلام صراحه غير جربوه. بالنسبه للناس حتى هذاك ديال السميده وديال الفينو حتى هو راه كيجي زوين، انا شاركته معكم في القناه، ولكن هذا بالنسبه للناس اللي كيضرهم الفورس، كيضرهم في المصران. نستعملوا هذه الطريقه، هذه صحيه وجميله بزاف. ها نتوما شفتوا، غادي نستعمل معكم واحده اخرى. شوفوا كنهز كميه قليله في المغرف، وكنبقى ندوروا على المقلاه ديالنا. ها نتوما شفتوا العافيه كتكون مهيله، ماشي مهيله، ماشي منقوصه، ماشي مجهده، كتكون بين وبين. ها نتوما شفتوا تبارك الله كي تيجي، راه غير ما باينش دابا في التصوير، ما باينش دوك الحبيبات ديال النخاله، حبيبات. غادي نقرب ليكم وحده تشوفوا. هانتوما شوفوا كيجيو دوك الحبيبات ديال النخاله، وما كيجيش اللون ديالو اصفر بحال السميده وسميتو، كيجي اللون ديالو بني مائل للنخاله والسميد لهذا الدقيق القمح الكامل، كيجي بني.
نبدا معكم وحده اخرى. نتوما شتو كنبقى نخوي وكنبقى نبسطو بسطو باش ما يجينيش من الداخل غليظ بزاف. كنبقاو نبسطو المقلاه صافي. نتوما شفتو معايا ما بغيتش نقطع. بالنسبه للبنات المبتدئات انا خليت الفيديو خدام. انتوما شوفوا معايا تبارك الله كيف كيجي. واللون كما قلت لكم راه كيجي بني، ما كيجيش اصفر، كيجي بني. ندير معكم واحده اخرى. انتوما شوفوا كي تندير المقلاه وكنبقى نحركها باش كما قلت لكم الوسط ما يجينيش غليظ بزاف باش تجي متساويه. هانتوما شوفوا باش تعرفوا بغرير ولا كيما كيقولوا لي القطايف باش تعرفوا ناجح. راه اين فوا كتحطوه فوق المقلاه كيبداو تبارك الله هاد العيون. هانتوما كتشوفوا اللي بغات تستعملوهم في المقلاه اللي فيها دوك ربعه دوك المقلاه التركيه حتى هي كيجيو زوينين. واللي بغات تستعمل كاين على حسب الشيء هاد سميتو على حسب الادوار. كاين اللي كيبغي بغرير كنيت كبير بغرير النيت كبيره، كاين اللي كيبغي بحال هكا مويان، وكاين اللي كيبغي هذاك الصغير كاع حتى هو كيجي زوين كيجي بحال البانكيك كيجي حتى هو تيجي رائع. صافي كنبقى ها نتوما شوفوا غادي ندير معكم وحده اخرى حتى نكملوا الكميه ديالنا كلها. ونقدموه مع زبده بلديه وعسيله ولا زبيته بلديه كيجي جديد. راه غير مع الحراره التليفون ملي كنقربوا عند سميتو كيسخن ليا بزاف، علاش خليته شويه بعيد. وكنتمنى تكون الفكره وصلت لكم، كنتمنىكم تجربوه. وفي الصراحة اللي عندها الدقيق القمح الكامل يكون معتمد عندها، كيجي لذيذ كيجي في واحد المذاق كما قلت لكم. راه ما درت لا سنيده لا والو، ولكن هو الحلاوة ديال دقيق القمح الكامل كيجي حلو كيجي بنين. وكما قلت لكم الحبيبات ديال النخالة حتى هما تيجيو باينين. هانتوما شوفوا معايا كما قلت لكم اللون ديالو راه كيجي بني، ما كيجيش هذاك الدقيق الاصفر، كيجي داك بغرير اصفر ملي كنديروا فيه السميده ولا كنديروا فيه الفينو. هانتوما شوفوا معايا كي تيجي وتيجي خفيف كيجي رطب وفي نفس الوقت كيجي محمر من التحت. هانتوما شوفوا معايا واخد واحد التحميره زوينه من الاسفل. غادي نقلبها معكم تشوفوا. هانتوما شتو كتيجي تيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنىكم تجربوه. والى هنا كنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.